أول ما خلصت الجيش لقيت نصك التاني؟ دورت عليه ولا لقيته على طول؟ مراتي هو اللي لقاك ولا أنت اللي لقيته؟ ده أنا اللي لقيته. أنت اللي لقيته دورت عليها؟ ولقيتها؟ إزاي؟ أحكي لنا إزاي؟ رحت، كانت أخت واحد صديقي، صديق عمري، وفي بلد في الصعيد، فرحت بجدد البطاقة ونزلت عنده وشفتها وكلمنا وعملنا وما زالت مستحملاني لغاية دلوقت. ونتيجة أعمال السنة 3 بنات. نتيجة أعمال السنة؟ نتيجة أعمال السنين 3 بنات. 3 بنات ما شاء الله. عندي أحفاد كمان 4 ما شاء الله، والحمد لله. وست نموذج لزوجة الفنان. طب ليه ما بتتكلمش عنها خالص رغم إنها في ظهرك طول الوقت؟ يعني أعتقد إنها لا تسعى إلى مجد. هي لازم تسعى إلى مجد علشان أنت تمجدها؟ وأنا مجنب ولادي وبيتي. صعيدة. أيوة، بس كلمنا عن دورها، مش لازم توريها لنا، بس كلمنا عن دورها في حياتك. دورها في حياتي معشراني من أول ما طلعت من الجيش لغاية النهاردة. وده مش بطولة إن تعشر واحد زي ده. طبعاً بطولة، مجنون. مش بس عشان كده، علشان تخليك تقول عنها بطل، يبقى هي بطل وتستحق. هي ست بيت حقيقية، كانت مدرسة، وكانت تاخد البنات عندي عن مدرسة وتخلص مدرستها وتروح البيت بالبنات. ودلوقت معايا 3 بنات، واحدة مهندسة، واحدة كمبيوتر ساينس، والتالتة درس ادفرتايزنج. حاجة واو يعني. دي تبعنا، دي بتاعت الادفرتايزنج. فدول تربيتها هي. أنا هي اللي ربت، ما كنتش بقعد في البيت. أما حضرتك تفاجئي بأن في 140 فيلم و380 عمل فني، ده واحد ما كانش بيقعد في بيته. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.